ايه الكركبه اللي بره دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ وايه الصوت العالي ده؟ في ايه؟ في ايه يا رامي؟ صوتك عالي ليه؟ الحقود ده قاعد يقول لي قتلت بواب، مش عارف عملت ايه، حاجات عبيطه كلها ومصدعني. اعوذ بالله، ده انا ابن عمك تشتمني؟ يلا يا خدام. ايه يعني ما يقتل اللي عايز يقتله؟ مالك يا توفيق، في ايه؟ يعني ايه يقتل اللي عايز يقتله يا بنت عمي؟ انتوا بتموتوا الناس كده عادي؟ اه عادي. دي ناس غلابه وعلى قد حالها مش كده. المهم بس بابا عامل ايه؟ ابوكي تعبان جوه بيموت يا رشا. طب وايه يعني؟ انا ما اسميش رشا، اسمي بسنت، ماشي؟ وبعدين انا سايبه برتيتا جامده جدا عشان خاطر اشوفه، وانا مش هينفع استنى اكتر من كده. يعني خايفه على البرتيتا ومش خايفه على ابوك اللي بيموت يا بنت عمي؟ يو بقى انجز يا توفيق. انجز ايه؟ انجز ايه؟ فوقوا يا ولاد عمي، الفلوس ليه يا عمي؟ ياكوا وعمي قلوبكوا يا جحده. يا رب البيت يولع على اللي فيه يا رب. يا رب عشان يحسوا باي حاجه. بقول لك ايه؟ فين ياسر جوزك؟ ايه يا رامي؟ هو ياسر فين جوزك؟ هو انا وياسر هنسيب البرتيتا ونيجي؟ بعدين بقول لك ايه، ده انا سايبه حته برتيتا نار نار. بجد بتلعبوا على ايه؟ على بني ادمين ولا ايه؟ هعملك واحده على بني ادمين مخصوص، بس هو انا سايباه وهو خسران، فانا هكلمه واطمن عليه اشوفه وصل لحد فين. ماشي. وايه موضوع رشا ده؟ مش عارف. ايه ده؟ كان في حد واقف هنا، هو ياسر راح فين؟ انا اهو يا جدعان موجود. يا جدعان يلا نلعب، انا هلعب على 200 وانا هلعب على 500 انا هلعب على الترابيزه. طب وانا هلعب على الموبايل وانا هلعب على اعصابك. ساكتين ليه؟ انت مش قلت هش يا عم؟ احنا سكرانين نتكلم بعد هش عادي. قول هش تاني. لا نتكلم مش نزيد. ماشي، بس مراتي بتتصل. ايه ده؟ بقول لك ايه، لو عرفت ان احنا بنلعب هتيجي تلعب معانا، واحنا بصراحه عايزين نجيب نسوان هنا. انا عندي فكره. ايه؟ اكذب عليها، انت مش دكتور، قول لها ان انت في المستشفى يا عم. والله فكره حلوه من شخص تافه. الو، ايه يا جميل؟ لا انا في المستشفى. ايه؟ مش سامع صوت مستشفى؟ حلو ان انت معانا، قلد لنا صوت حاجه في المستشفى. عيني. يا جماعه حد يطلع الاسعاف من الاسانسير. على الممرضه سامي عبد العزيز التوجه الى غرفه العمليات المهميه. ايوه انا جاي يا دكتور اهو. يا جماعة الإسعاف بتولد. على فن مصاعد تسن التوجه إلى نظر المحطة الأهمية. يا جماعة ده باب نزول مش طلوع. لا قول حاجة، اجتهد، الناس عمالة وعامل خط الفرفشة جنبي. اجتهد معانا، هخليهم يسلموه. اعمل عيان يلا. على السادة الركاب ربط الأحزمة للأهمية. أي. يا حبيبتي أنا بلعب قمار. أهو في نسوان جاي أهو. ارتاح؟ بقولك اعمل عيان، قول بطني وجعاني، ظهري، الحقني يا دكتور. يا عم انا عامله عيان عنده غيبوبه. لا اقفلي دلوقتي يا حبيبتي، اقفلي.
يا جماعه كده مش هينفع يا جماعه، احنا لازم نفوق. لا انا تعبان من الشرب. وانا شعبان من القاهره. عشت والله. ايه ده انتوا سكرانين؟ اه يا عم الخمره بتسكر. ده على كده بقى السكر بيخمر. يا عم الخمره بتسكر اهو. اهي بتسكر. لا يا عم الخمره بتخمر اهو. اهو. بتخمر اهو. هي البيتزا دي سي فود؟ لا دي سي محمد. دي الخمره دي طلعت بتضحك. ده مش طايقنا. يا عم شاركنا الفرحه مره واحده، ابوس ايدك الحقنا. مالك مالك؟ انا زعلان منك قوي. ليه بس يا عم؟ ابوك يا عم. ماله؟ من ساعه ما مات وهو ما بيلعبش معانا. من ساعه ما مات؟ اه اصل انا دفنته بعيد. طب ودي حركه تعملها؟ مش تدفنه تحت الترابيزه؟ اهو منها يلعب ومنها يموت. يا جماعه انتوا بتهزروا؟ احنا لازم نفول حياتنا شويه. يعني انت مهندس وانت محاسب وانت ايه؟ يا جماعه احنا كده بنضيع، مش هينفع. انا هكلم مراتي وافككم من القعده دي. ايوه يا بيبي. ايه يا جميل؟ ايه يا عسل؟ ايه يا عم ده انت؟ انا عمري ما سمعتك بتقول لمراتك بيبي وجميل انت اتغيرت ليه يا ياسر؟ انت فاكرني بدلعها؟ امال ايه؟ انا بقالي اسبوعين هموت وافتكر اسمها. اه بس افتكرته. ايوه يا حياتي، عامله ايه؟ اكيد خسران، اكيد خسران كالعاده. مش عارفه والله اعمل له ايه البني ادم ده. هتبقى تيجي تلعب معانا المره الجايه؟ اه هاي طبعا. طيب خلاص وانا هستناك. ايه ده؟ القهوه برضو ما غيرتيش الجلابيه؟ انا وانا زعلان بتلبسي ايه؟ سبونش بوب. وانا قلقان بتلبسي ايه؟ كابتن ماجد. وانا خارج من الدش بتلبسي ايه؟ صافيناص. يبقى بلاش استهبال وغيري الجلابيه عشان انا عندي اكتئاب. اوكي حاضر. واخر مره هسالك إيه؟ انت اللي كلت الاسكالوباني بتاعي يا استاذ رامي؟ والله ما باكل ولا لحوم ولا فراخ. امال التخن ده ايه؟ جبن؟ هنستهبل؟ انا اسف. انت عكننت عليا. يلا روحي سليني شويه. يلا فريدي ايديك اهو. بازل اختك. اه يا توفيق. بقول لك ايه يا ابن عمي؟ قول. عيب كده يا ابن عمي. استنى عشان بترد منها تاني. عيب يا ابن عمي كده تضربها بسكاكين بلاستيك؟ عايز ايه يا معفن؟ هي رفيعه مساكين بترد. مش عايزك تذلها. انا موجود ذلني انا، لكن دي اختي وبنت عمك. ايه بجد؟ اه والله. صدق انا بحب ازلك انت اكتر منها. ربنا يكرمك. خلاص تعالى وريني المشيه بتاعت القهوه. امشي لك مشيه القهوه. روح انت، روح انت استخبي. ربنا يخليك يا اخويا. تعالي استني استني، خدي دي في ايدك. حاضر. يلا خلصينا. عايز مشيه القهوه؟ يلا اهي. ارجع 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 ارجع. ايه ده ايه ده؟ طب كشر ليه؟ اعملها بسعاده. ما تزلنيش. اعملها بسعاده. ما تزلنيش. ابوس ايدك. ده انا هتخنق. حاضر يا ابن عمي اعمل اللي انت. اعملها بايه؟ امشي بسعاده. يلا خلاص روح. اشوف فيكم يوم يا رب البيت يولع عشان تحسوا باي حاجه يا رب. امشي امشي. ايه ده احمد اخوك بيتصل. ايوه يا احمد. الو. ايوه يا بابا انت فين؟ ايه يا بوس يا اختي يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبي؟ انا جاي انا ورامي زهول. ايوه انت فين بالظبط؟ يا بنتي احنا واقفين على باب البيت. طب ما دام واقف على باب البيت بتكلمني ليه؟ يا بنتي معانا فلوس كتير قوي هنعمل بيها ايه؟ طيب اخلص هطلع اجيب حاجه من فوق الاقيك تحت. ماشي؟ ماشي. اغنية اغنية اغنية.
لا 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 في واحد غني يشرب ستيلا يا ابني، هي دي اللي تظبط في الدماغ هنا ما تطلعش ابدا. يا دياب انت بتشرب ستيلا قدام الناس؟ طب ما انا اعمل ايه؟ اشربها من غير ما حد يشوفك، ولاد عمك لما بيشوفوك بيروح يقول لابوك، مش ناقصين قرف. روح يلا شيل البيره دي. اخويا الصغير الرخم. يلا روح. يلا اخويا الكبير تعالى عشان تديني العيديه بتاعتي. عايز كام؟ عايز 100. 100 ايه؟ 100,000 جنيه. يا ابني اطلب رقم كبير، عايز اخلص فلوسي كلها. يا عم اي حاجه بقول لك، اديني اي فلوس. طيب ماشي. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ايه اللي في ايدي ده؟ صاعق ناموس. مضرب تنس. بتعمل بيه ايه؟ بعمل بيه ايه؟ عارف احلى حاجه في التنس ايه؟ ايه؟ الستات. ايه علاقه الستات بالتنس يا ابني؟ ما انت ما بتشوفش الستات بقى في النادي وهما بيلعبوا تنس. بيلعبوا ازاي؟ بيلعبوا ازاي؟ يعني انت بتروح النادي عشان تتفرج على الستات وهي بتعمل اوه؟ لا انا بروح هناك عشان الم الكور. امسك يا قليل الادب. انا قليل الادب؟ ما هو الغنى اللي عمل فينا كده. ليه يا رب خلقتنا اغنياء؟ ليه يا رب خلقتني غني؟ صرفت كل فلوسي على الخير، بنيت جوامع، بنيت مستشفيات، ربنا كرمني وزودني فلوسي، قلت اصرفها على الحرام، بنيت كاميرات، صرفتها على الستات، ربنا الحمد لله خد كل فلوسي، بس الناس اللي عملت معاها خير جم وقفوا جنبي وادوني فلوس اكتر. ليه يا رب خلقتني غني؟ ليه؟ ليه؟ ولاد المغازية ما يقولوش كده. لا عباس الضوء. لا لا لا. ايه يا ابني الاوفر ده؟ بحاول امثل، ما انت عارفني بحب التمثيل يا اخي. ايه ده؟ ده افوره، دي مش تمثيل خالص. عايز تبقى غني؟ عايز ابقى غني ايه؟ عايز غني؟ فلوسك؟ فلوسك ايه يا حمار؟ اللي انت بتمثله ده غباء. عايز الناس تسقف لك لازم تقول لا لا لا. مش انا اللي هين نفسي عشان الناس تسقف لي. تبرمغ نفسك وتقعد عشان تسقف لك، هو ده التمثيل؟ ده انا ابيع وداني بس الناس تضحك. بطل بقى الغنى اللي انت فيه ده. غنى؟ اقعد ساكت والله العظيم انت حمار. انت مش عارف تودي فلوسك فين؟ مش عارف. ادخل معايا جمعيه. بكام؟ ب20 مليون جنيه. وهقبض كام؟ 3000 جنيه. دي فرصة حلوة. مفيش أحسن من كده، مضيعة للفلوس. هدفعها كام شهر؟ هو شهر واحد آخد المليونات وأمشي على طول. ولسه أستناك. أنت عايز تبقى أغنى مني؟ لا. أيوه أبقى أغنى مني. أنا أصرف بس أنت ما تبقاش أغنى مني. أنا أبقى أغنى منك، ده أنت معاك فلوس قد كده، هو أنت بتصرف حاجة؟ يا بخيل يا جلدة. أنا مش بخيل والله. لا بخيل، تثبت لي إن أنت مش بخيل. ده إيه؟ ده أيفون 6 أهو. يا ابني ده ما بيتكلم يبوظ. أسكت. ده إيه؟ أيفون 7 أهو. يا ابني ده لسه ما نزلش. أسكت. ده ايه؟ ده نوكيا 510. ده اللي يعيش معاه. ده انت بخيل بخل. بخيل ايه ده؟ ذكاء مع فلوس تبقى ملك الدنيا. انت ذكي، انت بخيل يا لا. شايف الفلوس دي؟ ايوه. مش عايزها. انا عايزها. ابعد. عرفت انت بخيل وجلده؟ انا مش بخيل بس بحب الفلوس قوي قوي. بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ عايزك تعلمني التمثيل. يا ابني انت حمار، عمرك ما هتتعلم. انا بمثل احسن منك. ايوه يا عم انا عايز اتعلم. انا بمثل احسن منك. انا اللي بمثل احسن منك. انا اللي بمثل احسن منك. والله العظيم انت حمار. انا حمار يا رامي. يا رامي. ايه قول يا رامي، مين بيمثل احسن، انا ولا احمد؟ مش عارف، مثلوا مشهد قدامي وانا احكم. خلاص نمثل مشهد ايه؟ نمثل مشهد من حنفي القبه. لا لا، مثل حاجه اجنبي، وريني قدراتك. خلاص يبقى مثل فيلم تايتانيك وانا اعمل الترجمه. تعمل انت الترجمه؟ وانا اعمل جاك. انا اللي هعمل جاك. انا اللي هعمل جاك. انا اللي هعمل جاك. طب مش ممثل. خد خد تعال اعمل جاك يا عم. خلاص ايوه ماشي. انا مش شايف حاجه يا عم. تعال يا عم قدام بس ابقى جاك.
اوكي يلا ابقى قدام مشاهد. خلاص يا عم يلا.